دورة ثانية لماراثون مدينة سكرة. ماراثون قاعد يتطور من دورة لدورة خاصة بعدد المشاركين، وسنا كما لاحظتوا زاد حضور السيد سفير الهندي اللي شارك في الماراثون وعطى ثقته في مدينة سكرة، في منظمي مدينة سكرة. أيضا شفتوا اليوم قنصل دولة مصر العربية زي كيف عطى ثقة في مدينة سكرة وجاء شارك معنا. الحمد لله معناتها ماراثون ناجح معناتها من جميع النواحي. اليوم تظاهر ماراثون سكرة في دورته الثانية، اليوم شارك فيه وفد دبلوماسي متمثل في شخص سفير الهند والقنصل مصر، وهذا ما يجعل التظاهر اليوم خذت صبغة السياحة الرياضية. احنا ليفينمون هذوما نشجعوا فيهم ونشجعوا خاصه في الشراكه مع المجتمع المدني، احنا نشجعوا التظاهرات هذه ونشرفوا عليها ونتبعوها، وهذا هو من اللي بشرنا العمل في معتمدية سكرة، كانت علاقة شراكة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. بداية بحب أحيي الشعب التونسي وأهالي سكرة على تنظيم هذا الحدث، بتبقى فرصة طيبة إن الواحد يكتشف تونس عن طريق الجري. كان لينا مشاركة متواضعة قبل كده مع الدفاع والحرس الوطني وكارتاج، والنهاردة في سكرة وقبل كده في سوسة، وحقيقي مدينة جميلة هنا سكرة، والواحد اتبسط جدا في الباركور. جريت 16 كيلو، كان المفروض 14 بس على جي بي اس يعني حسبوها 16، فالحمد لله كانت فرصه طيبه نكتشف المدينه واهلها الطيبين. 14 كيلومتر في لا سكرة، هذا اللي اول مره انا ساكوري في لا سكرة، فان هذا جو شويه يعني حر، لكن كويس يعني كثير من الشباب والشعب يعني تونسيين هم يعني اصدقائي، فممتاز. شاركت في الماراثون هذا، كانت ظاهرة كبيرة برشا ومحلاة ومزيانة برشا، الناس كل حسيتهم موتيفي وفرحانين. نهدي الانتصار هذا للناس الكل والولاد اللي جاوا معايا، نحب نغتنم الفرصة باش نهدي الانتصار هذا للوالد العزيز عليا في عيد الأمهات اليوم بالذات. مشاركتي في الدورة الثانية للماراثون بسكرة، عملت وقت 59 دقيقة، جيت الثاني، إن شاء الله المرة الجاية نعمل حاجة ما خير.